عقدت اللجنه العليا لشؤون الحج والعمره اجتماعا برئاسه سعاده السيد نواف بن محمد المعوده وزير العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف لمتابعه سير الاستعدادات لموسم حج هذا العام. نعم وذلك بما يواكب البرنامج الزمني الموضوع وخطه المملكه العربيه السعوديه الشقيقه بهذا الشان. كما وصل الاجتماع دراسة تطوير الإجراءات التنظيمية المتعلقة بشؤون حجاج مملكة البحرين وجددت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة دعوة المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام على سرعة التسجيل لدى حملات الحج المرخصة وحجز مقاعدهم قبل انتهاء المدة المحددة في العشرين من فبراير 2024